السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه مريم شانيل. اليوم ان شاء الله نوجد معكم وصفه ديال البصاره بطريقه جد سهله ومبسطه. نخليكم مع المقادير ما تمشيو فين. غادي نحتاجوا في المقادير 250 غرام ديال الجلبانه، 250 غرام ديال الفول، نتوما على حسب اللي بغيتو. المهم اللي كيبغي يدير جلبانه بوحدها يديرها، واللي كيبغي يدير الفول بوحدو يديرو. صراحه انا كتعجبني هكا مخلطه حسن، ما كتجينيش ديك بالفول، كتجيني مجهده. واش نتوما في حالي ولا غير انا؟ من بعد ما غسلناهم غنوضعوهم في الطنجرة الضغط ونزيد عليهم الثومة. وزيت الزيتون ونضيفوا عليهم الماء. الماء اللي كان عندكم طيب ديروه، ما عندكمش طيب واخا بارد ماشي مشكل. ومن بعد غنحطوه على نار متوسطه بعد التحريك. وفي الاخير نضيف الملحه والكمون وزيت الزيتون. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، والى فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.